بسببه، بسبب مشهد غير لائق مع كلب منع عرض فيلم لرانيا يوسف وسمية الخشاب. المشهد الرئيسي الذي تسبب في الأزمة بين الرقابة وصناع الفيلم هو قيام الفنانة رانيا يوسف إحدى بطلات الفيلم بخيانة زوجها مع كلبها الخاص. بريك تايم بوينت فامز. بعد أن هدأت أزمة فيلم الملحد والتي نشبت بين صناع الفيلم والرقابة على المصنفات الفنية، ظهرت أزمة جديدة خلال الأيام الماضية والتي تتعلق بفيلم سينمائي جديد يحمل اسم التاروت، بطولة الفنانة سمية الخشاب ورانيا يوسف. وأصدرت الرقابة على المصنفات المصرية قراراً بمنع عرض الفيلم بسبب مشاهد غير لائقة، أزمة فيلم التاروت. وكشف مصدر من طاقم عمل الفيلم أنهم حصلوا على تصريح الرقابة على المصنفات الفنية على سيناريو الفيلم، ولذلك تم البدء في تصوير مشاهده منذ عامين تقريباً، مضيفاً أن العمل وقف لأسباب إنتاجية، ثم عاد مرة أخرى هذا العام وانتهى التصوير بالفعل منذ عدة أسابيع. وأضاف المصدر أن منتج الفيلم عرضه على الرقابة مرة أخرى بعد الانتهاء من تصويره للحصول على التصريح النهائي بعرضه، لكن المفاجأة أن الرقابة رفضت عرضه بسبب مشاهد غير لائقة يلزم حذفها وإعادة تصويرها مرة أخرى. مشهد رانيا يوسف مع كلبها الخاص سبب الأزمة. وأوضح المصدر أن المشهد الرئيسي الذي تسبب في الأزمة بين الرقابة وصناع الفيلم هو قيام الفنانة رانيا يوسف إحدى بطلات الفيلم بخيانة زوجها مع كلبها الخاص، وهذا ما اعترضت عليه الرقابة وطالبت بضرورة حذف هذا المشهد تماماً. وتابع المصدر أن المشاهد التي اعترضت عليها الرقابة وضعت صناع العمل في مأزق بعد أن انتهوا من عمليات المونتاج للعمل بشكل كامل، كما قاموا بهدم الديكورات، ما يزيد من صعوبة إعادة التصوير.